محبي الفن السابع على موعد جديد مع مهرجان سينمائي داخل صالات متروبوليس صوفيا الأشرفية. مهرجان الأفلام الألمانية بالدورة الثانية من تنظيم سينما متروبوليس وبالتعاون مع غوتي انستيتيوت. Talents Beirut is a program conceived to support film talents from the Arab world. It acknowledges the creativity of artists from the region and encourages them to rethink their work under new perspectives. كجزء من المهرجان انطلقت تالنتس بيروت أو مواهب بيروت بالدورة الثانية التابع للبرلينالي تالنتس يلي هي جزء من مهرجان برلين السينمائي واللي بيستضيف 300 موهبة سينمائية ضمن فعاليات المهرجان. مواهب بيروت بيستضيف 22 موهبة من كافة أرحاء البلدان العربية وبيقدموا ندوات متخصصة حول تصميم الصوت، توليف وإدارة التصوير. فرصة للعاملين بهالمجال انه يستفيدوا من الورشات وكنافذة لصناع الافلام يلي بيوقفوا وراء الكاميرا. عم نقدم مساعدة لموهبة، فهيدي الموهبة كلها الخبرة اللي رح تاخدها هون، التعامل مع هالخبراء اللي جايين من برا، وانما ايضا والمهم ايضا انه هن يتعرفوا على بعض كمواهب بالعالم العربي. نحن بنعرف كثير منيح شو عم بيصير برا، بس مو حيطا بنعرف شو عم بيصير هون بالمنطقة. In getting the chance to have a professional platform to exchange with the European filmmakers who were invited to come here. So it's something very creative, very productive. يتم عرض أفلام بمواضيع مختلفة وأحدث إنتاجات 2014-2015، أفلام معاصرة جالت على مهرجانات حول العالم.